السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة جزيرة المعرفة. إذا اقتربت منك قطة فهذا يعني أن هناك ثلاث رسائل من الله تعالى لك. ولكن قبل المشاهدة لا تنسى الضغط على زر لايك واشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. القطط من ألطف الحيوانات التي تعيش بالمنازل، وتعد أكثر الحيوانات ألفة، وهناك الكثير من الناس ممن يؤذون القطط للأسف، وهذا الفعل حرام بكل تأكيد. فالقطط أحد الحيوانات التي شرع الإسلام في تربيتها. تعالوا لنرى سويا بعض الإشارات التي ترغب القطط منا الانتباه إليها. لقد أشار الإسلام والرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى أهمية القطط، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهناك فائدة أخرى للقطط، وهي إبعاد الفئران عن المنازل، لذلك فإن أذية القطط يعد إثما كبيرا. وذكر أن هناك قطة يحبها النبي محمد صلى الله عليه وسلم للغاية، ففي يوم من الأيام بينما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجد القطة غارقة في النوم على طرف عباءته، ولم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقظها، وفضل أن يقتطع الجزء الذي تنام عليه من عباءته. إن البشر نوعين، محب للقطط أو كارهين لها، بينما يعد الوسط بينهما نادر للغاية. فعند ذكر القطط هناك من يرى بأنها حيوانات كريهة للغاية، ومعظم الناس من هذا النوع لا يطعمونها نهائيا ولا يجتمعون معهم بأي حال من الأحوال. فإذا كنت من محبي القطط ورأيت كره الأشخاص للقطط وحديثهم عنهم، ستشعرون كأنهم يتحدثون عن حيوانات متوحشة. إن أحب الأشياء لدى القطط هي أن تحب وتحب، وأن يشعروا بالشبع وامتلاكهم لسرير دافئ، فهم وقتما يمتلكون ذلك يشعرون نحوكم بالطمأنينة الكبيرة. أما إذا أخذ أحد منكم طعامهم أو تطاول عليهم، فمن الطبيعي أن تقوم بردة فعل شريرة قليلا، ولم يعد من المنطق أن تكره القطط لذلك الموقف. وإذا اقتربت منكم القطط فلا تنهروها، فذلك محاولة منها لإخباركم بشيء ما. فهل تعلمون ما الرسالة أو الإشارة التي تحملها لنا القطط؟ تعالوا لنعرف سويا ما تلك الإشارات. أولا، القطط تذكرنا بنعم الله علينا، فالثروة التي بين أيدينا ليست ملكا لنا، وإنما هي لله عز وجل وهو الرازق. ولذلك قبل أن ننفق ما بحوزتنا يجب ألا ننسى حق البشر، فهناك أشياء تجب على المسلمين مثل الزكاة والصدقة ومساعدة الغير، ولكن معظم الناس ينسون ذلك تماما، والقطط على عكس ذلك فهي لا تنسى هذا الكلام. اقتراب القطط بدون حلول وقت الطعام ربما يذكرنا بوجوب مشاركة الطعام مع جميع المخلوقات. وإذا نظرنا من ذلك الجانب نجد أن القطط تعد سببا لننال الثواب. ثانيا، المشاركة مع الآخرين بما فيهم القطط، فإن الله يحب المتقاسمين ويمنحهم البركة، وخاصة إذا كان ذلك نابع من داخلنا. وإذا كان الإنسان عندما يحسن معاملة الآخرين ينتظر منهم نفس المعاملة، فالقطط أيضا حين نقدم لها الطعام دون أن ينتظروا ذلك نكون قد أثبتنا لهم حسن نيتنا، ولذلك تقوم القطط بامتحاننا لتتأكد من حسن معاملتنا لها. ثالثا، إن ترك الحيوانات جائعة يعد إثما عظيما، لذلك إذا رأيتم القطط جوعة عليكم إطعامهم، وإلا سوف يصاحبكم عدم البركة في حياتكم بأكملها.
أتمنى بعد علمكم بهذه الإشارات ألا تغضون الطرف عن القطط أبداً. فما رأيكم يا أصدقاء؟ أنا شخصياً أحب هذه المخلوقات اللطيفة. أخبرونا في التعليقات هل أنتم من محبي القطط؟ كما لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم.